شايف النهائي بالنسبه لك ازاي وبشكل عام البطوله شايفها ازاي يا كليبي؟ طبعا الحمد لله والف مبروك للنادي الاهلي، واحنا كنا متوقعين فوز النادي الاهلي. طبعا المباريات كانت قويه جدا زي ما احنا شفنا المستوى. طبعا دي تاني بطوله الاهلي يحصل عليها، واتمنى ان احنا نقدر نستمر ان شاء الله في تنظيم البطوله العربيه للسيدات، لانها كانت زي ما انت عارف كانت متوقفه فتره وبعدين رجعت السنه اللي فاتت. وزي ما انت شايف الاقبال الجمهوري وكابتن وجود كابتن محمود الخطيب النهارده ده مدي دفعه برضه لرياضه الكره الطايره والرياضه النسائيه كمان في مصر. عايز كمان اشيد بالاتحاد المصري على كمان ان ما كانش في تذاكر بالنسبه لدخول الجمهور، وحاجه طيبه جدا ان انتوا تنجحوا البطوله ان يبقى الدخول مجاني. اللافته دي كمان طيبه جدا بالنسبه لكم. احنا بنحاول نعمل كل حاجه لزياده انتشار اللعبه، ده الهدف الرئيسي بتاعنا. انا يهمني ان كل واحد يجيب اهله واولاده وييجوا يتفرجوا على المباراه. انا يعني يمكن يعني اسانا اختيار الصاله انها كانت صغيره، يعني اتمنى في البطوله الافريقيه الانديه ان شاء الله نختار الصاله الاكبر ويبقى في عندنا جمهور اكبر ان شاء الله. سالتك لكل الناس اللي نظمت، رؤساء البعثات، الفرق المشاركه، كل الناس اللي نجحت البطوله دي، تحب تقول لهم ايه في رساله؟ بشكر كل رجال الاتحاد وكل اسره الكره الطايره، لانه التنظيم مش مجرد تنظيم مباريات، ولكن برضو الجمهور بالتزامه ده بيدينا نجاح اكبر. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لرئيس الاتحاد المصري على هذه البطوله الرائعه والمميزه. زي ما بنقول طبعا مبروك للنادي الاهلي في هذه البطوله رقم 19، كان اداء رائع بالنسبه طبعا لكابتن حمدي الصافي. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله، واكيد